فاتحة سلم السليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة لا تصلي جاي يكلم عن الصلاة، كم مرة فهمكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه آمين. كم مرة بناتي قلنا لكم إذا دخلت قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا يكفي عن تعيت مسجد تروحوا الدرس. نتكلم على مخالفة اليهود ونقرن بينا وبين مخالفتنا نحن الآن للحق سبحانه وتعالى. اليهود لما خالفوا الحق مسخهم قردة وخنازير، والآن المسلمين يعني إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم الحق منع المسخ الظاهري، أما الباطن موجود، مسخ القلب موجود، قلبه قلب خنزير أو قلبه قلب قرد، هذا موجود، أي خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هذه آخر الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف، هذه صفتنا، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فروح الدين هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كمين بمقداره، ناس بيده، ناس بلسانه، ناس بقلبه، لذلك أضعف الإيمان. وهكذا الآن بدنا نبين كيف انقسموا ثلاث أقسام إجمالا. اليهود انقسموا ثلاث أقسام، قسم منهم كانوا مسلمين باقين على دين سيدنا موسى عليه السلام، وقسم منهم لا كانوا خارجين أي معتدين، وقسم الثالث هذا فيه الخلاف، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن ينجيهم. فهكذا الآن ونحن الآن ثلاث قسم، قسم منهم ناجون والحمد لله يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وقسم آخر ذاهبين، وقسم ما بين ذلك، هي مليحة ولكن بنتها لا، بنتها مليحة ولكن إمها لا، أبوها مليح ولكن المرأة لا، الزوج بالزوج، وهكذا هذا الوضع الآن بين أظهرنا. قصة أصحاب السبت، قال الله تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، حاضرة يعني قريبة، أي سل يا محمد هؤلاء اليهود الذين هم جيرانك سؤال توبيخ وتقرير عن القرية التي كانت حاضرة البحر أي بقرب البحر، يقال أيلة أو طبرية. قال ابن عباس هي قرية يقال له أيلة بين مدين والطور على شاطئ البحر. وقال الزهري هي طبرية الشام، قريبات بعضهم، إذ يعدون في السبت أي يظلمون فيه من شان السمك يعني، ويجاوزون أمر الله بصيد السمك، لأن اليهود عندهم دين لا يجوز، مو الصيد بس، العمل مطلقا لا يجوز في يوم السبت، وذلك أن الله كان قد حرم عليهم صيد السمك يوم السبت، فكان إذا دخل يوم السبت لم يبقى حوت في البحر إلا اجتمع هناك حتى يخرجن خراطيمهن من الماء لأمنها حتى لا يرى الماء من كسرتها. هاي يوم السبت آمنين يجوا لعندهم حواليهن، هي القرية على الساحل، وتجي السمك بيناتهم حتى مكتر السمك ما يبين الماء ما يبالوا، آمنين أول أمر. فإذا مضى السبت تفرقنا بخافوا لا يصطادوهم، ولزمنا مقل البحر دخل جوا فلا يرى شيء منها، فذلك قوله تعالى إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا أي ظاهرة على الماء كثيرة،
ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، خافوا منهم كان احد او اثنين او ثلاثة او اربعة او خميس او جمعة يبعدوا عنه ما يقدموا عليهم ابدا، لانه الحيوانات بناتي عندهم انس بيستأنسوا بالانس وبفهموا، هدول بيشموا. يحكي شيخ عن نفسه بقول يوم الايام كنت انا راكب حصان ومعي رمح قدامي رمح، وجيت على غزلان جماعات كل 20 كل 50، قال فهموا مني انه بدي ما اقتل احد منهم، صاروا هذا عملي الرمح هيك، هذا انكشتي من هون، هذا على الحصان من هون، وهكذا. فالحيوانات يأنسون يشمون راحة نيتكم، نفس النية اللي عندكم بالشم. ويرون الامر كذلك الحيوانات اقعد بالارض، ويرون حتى اذا انسان اراد ان يعرف انه فلان لما مات او خصوصا ليلة بده يموت بجيب حيوان لجنب القبر، اذا كان القبر جفل لان الحيوان بشوف ايش بده يساوي، شايف الملائكة عم بيعذبوه ام ما بيعذبوه، اذا شافوا الحيوان جفل فمون هذا عم بتعذب والا لا. ليش بقى الحيوانات بشوفوا؟ لانه خرسان ما بخبروا. السر في الوجود الانسان لا يخبر، لا يكشف السر عن السر، يخلي السر مغمض لا يعرفوه الا اهله. قال لك كثير ناس بدعوا مشايخ او بدعوا اولياء صغار او ما شابه ذلك بخبروا اخبارات، هدول اذا وجدوا الاكابر بقتوهم وصرفوا فيهم، لان الوجود كله قائم بالاسرار. ما بيجوز بقى بيجي بقول لك ايش بيصير، منو بده ينتصر، منو بده يطلع، يقول لك يا اخي هذا السر لا يجوز الكلام فيه، بتكلم فيه الصغير العقل اللي ما عنده قوة، الضعيف البعيد اللي ما فهمان، يا غالبا بكون عليه أبله او مشان مادة مصاري، لازلك هدول اهل مادون كذابين. فهذه الوجود كله قائم بالاسرار، سيركم بالطريق سر من الاله، لا عم تقعوا ميمنه ولا ميسره ولا عم تخفس فيكم الارض ولا عم زل فيكم صعب، كلهم قائمين بالسر الالهي. فكتير ناس بيسالوا عجم ايه بده يطلع فلان، ايه بده يجي فلان، ايه بده فلان، هذا جهل منهم. فهمتوا بناتي؟ الوجود كله قائم بالاسرار، واهل الاسرار لا يخبرون عن السر، ببقى السر سر ما بخرجوا عن السر. ولأجل ذلك اذا اخبروا تباح دماؤهم. كان مرة اثنين من الاولياء، واحد كبير واحد صغير، راكبين في ببور بحري يعني سفينة بحرية، هذا من قبل من زمان، وكان الكفار في سفينة، تقاتلوا الكفار مع المؤمنين، الولي الصغير تصرف في سفينة الكفار قلبها على تمه وغرقوا كلهم، الولي الكبير تصرف بالولي الصغير قتله. ليش أظهرت السر؟ هذا السر ما بيكون، ما بيجوز هذا يظهر في الوجود هكذا. فإذا شفت واحد بخبر بتكلم يا أما دجال يا أما بسيطي ما بفهم جاهل، واحد من اثنين، واحد يخبر لا يمكن لأنه الله ما أخبر ولا محمد صلى الله عليه وسلم أخبر إلا للمعجزة هناك لأمر ما، ويؤمر الحق سبحانه وتعالى، وإلا لا يجوز أبدا. اسمه السر، فإذا تكلموا فيه خرج عن كون السر، صار كلام واضح، إيه ما بقى ميزة. قال ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، ثم إن الشيطان وسوس إليهم قال إنما نهيتم عن أخذها يوم السبت، فعمد رجال فحفروا الحياض حول البحر، البحر فوق حفروا منه حفر رياض واطيات حتى إذا كان إجوا ينزلوا على الرياض يمسكوهم يوم الأحد.
هذا الشيطان وسوس. ما شوف الشيطان لزوم لما لزوم يخرب بيته. طالما الله نهيكم الشيطان ليش تعطوا سلطة عليكم؟ انه قال لنا منو هالحيلة، مو بتعرفوا حيلة الا ما حيلة. قال ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، ثم ان الشيطان وسوس اليهم قال انما نهيتم عن اخذها يوم السبت. فعمد رجال فحفروا الحياض حول البحر وشرعوا منه اليها الانهار تنزل عليها، حتى اذا اجت الماء تنزل على الحياض، لانه الماء يوم السبت تجي الحيتان كلها على عندهم. لما ساووا حياض يعني حياض واطيات والبحر عالي وساووا بيناتهم هيك طرق يعني انهر صغار، لما يجوا يوم السبت يجي تدفعهم الموجات تنزل على الحياض يجي يمسكوهم يوم الاحد. اي حيله يعني. الانسان لما بحتال بيعرف حاله عم بحتال. قال فاذا كانت عشية الجمعة فتحوا تلك الانهار فاعبل الموج بالحيتان الى الحياض فلا يقدرون على الخروج لبعد عمقها وقلة مائها، فاذا كان يوم الاحد اخذوها عبوا الحياض. وفي رواية ثانية وقيل كانوا يسوقون الحيتان الى الحياض يوم السبت ولا ياخذونها، بس يسوقوها سوق كان بعيد هذا، ثم ياخذونها يوم الاحد، ففعلوا ذلك زمانا ولم تنزل عليهم عقوبة فتجرأوا على الذنب. وذكر الحق دائما، يقول صلى الله عليه وسلم وذكر اكثر ما بيفيدنا التذكر، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الإنسان بناتي لما ببعد عن الشمس وببعد عن النور بدخل بالظلمة ما بعود بدرك، مثل الآن الناس بعدوا عن نور الإسلام دخلوا في ظلمة المدنية أصبحوا ما بقوا يشوفوا شيء من النور، حرام عيب ما بقوا يفهموا أبدا. هون واجب بقى التذكير، نذكرهم لأهل المدنية عليكم التذكير. قال ففعلوا ذلك زمانا ولم تنزل عليهم عقوبة فتجرأوا على الذنب وقالوا ما نرى السبت إلا قد أحل لنا، يخرب بيت القدبة، فأخذوا وأكلوا وملحوا وباعوا وكثر مالهم. فلما فعلوا ذلك صار أهل القرية أثلاسا، اي القرية اللي هن فيها اليهود انقسموا ثلاث اقسام، جعلوا حيط بين اللي الذين ينهون عن المنكر ويأمرون المعروف وبين الذي ما انتهوا، جعلوا حيط بيناتهم يعني قسموا البلد قسمين، قسم الذين يأخذون السمك ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، وقسم الاخر وبقى الثالث مع القسم الثاني كذلك الذين ما عملوا هالحيلة هذه. قال فلما فعلوا ذلك صار أهل القرية أثلاثا وكانوا نحو 70,000، ثلثا أمسكوا ونهوا وثلثا لم ينهوا وسكتوا وقالوا لم تعظون قوما الله مهلكهم، وثلثا هم أصحاب الخطيئة انتهكوا الحرمة. فلما لم ينتهوا قال الناهون لا نساكنكم في قرية واحدة، فقسموا القرية بجدار للمسلمين باب وللمعتدين باب. فلعنهم داود عليه السلام وغضب الله عليهم لإصرارهم على المعصية. فخرج الناهون ذات يوم ولم يخرج من المجرمين، يطلعوا كل يوم يروح على شغلتهم، الاندرجي اندرجي والحداد حداد، لكن لهم باب وبيناتهم حيط، المعتدين في بيناتهم حيط والمسلمين باب اخر، كل واحد لهم باب، كل يوم يطلعوا يتواجهوا بالطريق. طلعوا هالنهار هذا طلعوا الجماعة اللي كانوا ينهونا
ما حدا طلع من هدولي. صار الظهر صار المساء ما حدا طلع. واحد طلع على الحيط قال ليش ما طلعوا؟ ما شفنا حدا منهم. طلعوا لقوهم كلهم قرده وخنازير. قلبوا قرده وخنازير. ما بشوف الواحد لما بده يعمل عمليه مخالفه لقلبه، مخالفه لاعتقاده، هذا قلبه بيكون صار قرد او خنزير. الخنازير لقليلين الشرف، والقرد لاخذ المال وما شابه ذلك. فهذول لما شافوهم قرد وخنازير اجوا كلهم دخلوا عليهم. دخلوا عليهم الانس ما بيعرفوا انه هذا قرايبه، قد اكون اخوه، قد اكون ابوه، قد اكون امه، قد اكون عمته، قد اخوه، ما يعرفوا. لكن القرود والخنازير عرفوا الانس، شايفينهم بعرفوهم. يجوا عليهم جنبهم يقولون الم ننهكم، يعملوا هيك براسهم، نعم يعني نهيتونا، ويبكوا، يطلع من عينيهم الدموع من القردة والخنازير بعد ما وعدوا الامر. وبقوا 3 ايام على هذا. يوم الرابع اهلكوا كلهم، لانه لا يجوز الممسوخ يعيش اكثر من 3 ايام هكذا الممسوخ. قال فقسموا القرية بجدار للمسلمين باب وللمعتدين باب، فلعنهم داود وغضب الله عليهم لإصرارهم على المعصية. فخرج الناهون ذات يوم ولم يخرج من المجرمين أحد ولم يفتحوا بابهم. فلما أبطأوا، ليش عجب ما حدا طلع، علوا على الجدار، طلوا لفوق، فإذا هم قردة لهم أذناب يتعاون. ففتحوا الباب ودخلوا عليهم، فعرفت القرود أنسابها قريبين من الإنس، ولم تعرف الإنس أنسابها من القرود. فجعلت القردة تأتي نسيبها من الإنس، أخوها، عما، خالة، قريبة، فتشم ثيابه وتبكي فيقول لهم ألم ننهكم، فتقول برأسها نعم. فمكثوا 3 ايام ثم هلكوا، ولم يمكث مسخ فوق 3 ايام. الممسوخ اكثر من 3 ايام ما بعيش وما بتولد، اي من النعم الكبرى اذا اجى ولد من قلب المرأة ممسوخ، اولا ما بعيش اكثر من 3 ايام، وثانيا ما بيصير يتوالدوا هدول ابدا البتة، اي من العلامة من الرحمة الالهية. قال فمكثوا 3 ايام ثم هلكوا، ولم يمكث مسخ فوق 3 ايام ولم يتوالدوا. قوله تعالى وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم، هي الفرقة الثانية مو الثالثة ولا الأولى. الأولى كانوا ينهوا عن المنكر ويأمرون بالمعروف، والثالثة كانوا لا ينهون ويعملون المنكرات. هدول الثانيين هدول لا ما وعظوا بس قالوا. قال وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم، هذا قول الفرقة الساكتة قالت للناهية. فقالت الفرقة الناهية معذرة إلى ربكم، نحن علينا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، أما بعمل ما بعمل هي ما وظيفتنا، ما علينا نحن نزيل المنكر، لا علينا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. ثم هي بتعمل ما بتعمل، بعمل الآخر ما بعمل، هذه ما وظيفتنا نحن معذرة. عمان نقيم المعذرة أن أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر. فهمتوا بناتي؟ فالآن زماننا لا وجد في زمان يهود ولا نصارى، وصلنا لدرجة انه نرى المعروف منكر والمنكر معروف، حتى عندكم انتوا القاعدين هون
اللي كان ساكن بباب النيرب واللي كان ساكن بالاصيله واللي كان ساكن بالمشارقه واللي كان ساكن الان ما بقى هذاك الشكل، ما بقى هذاك التمييز. الان منو عنده مصاري بروح بسكن بالجميليه، بسكن بالعزيزيه، ما في كلمه تمييز، كلمه مانع ما في في الوجود. وهذا من علامه قيام الساعه انه ما ببقى تمييز. نحن بنعرف حالنا من اهل باب النيرب في هداك الايام، اذا طلبنا من الجميليه ما بيعطونا، واذا عطونا ما بناخذ منهم. يعني في ما في نسبه بيننا وبينهم، هن متمدنين نحن ما لنا متمدنين. قال لا، ما بتعرفوا الفقير من الغني. اللبس واحد، قد يكون صانع في المعمل له طقم وبلبس وبروح على السينما وبتهندز وبعمل، وساكن في الجميلية او في العزيزية وما شبه ذلك. اختلط الامر، ما بقى تمييز، والوجود كله قائم بالتمييز. فاذا كان واحد ما عنده تمييز ما له وجود، وهكذا الامر واقع بيننا. فالان وصلنا لدرجة نرى المعروف منكرا والمنكر معشلون. بوحدة بتطلع اي سيدي من اللي انت كانت من اهل باب النيراب صارت في الجميلية، لما بيجي واحد بيسكن معهم بيشوفها مغطاية بتضحك عليها، شوف هي رجعية. الله اكبر، هذه رجعية. يعني شلون يعني رجعية؟ شو معنى؟ يعني متمسكة في دينها، هي معنى رجعية. رجعي يعني متمسك في الدين، وهذا الدين عندهم أمر قديم بدهم يمشوا الآن على حسب ما ماشيين. شلون؟ كيش في عن وجهك، كيش في عن راسك، كيش في عن صدره، عيب ما في، عار ما في، حرام ما في، ما بقى تمييز. حتى من جمة الملبس ما بقى تمييز. أنا بقول لهم لك بناتي، كل من بسكن هذيك البلاد يعني الجميلية والمحافظة والسبيل لا يمكن إلا يتأثر. فإذا ما تأثرت الأم بتأثر الزوج، إذا ما تأثر الزوج بتأثر الأولاد الصغار. لا يمكن، أولاد الصغار عم بيشوفوا مكشفات بعينهم كثير، وكلام كلام مدنية بصغروا لسانهم وما ببقى البتاتا البتة، حرام عيب هذا ما بفهموا، كأنه خلقت انه مدنية من زمان، مع كون اصل المدنية مو هيك. المدنية في الدين الاسلامي، المدنية هي التقوى وعدم التعدي على الغير، هذه المدنية. لا، الان المدنية قيم كلمة عيب وقيم كلمة حرام وبس، هذه المدنية. بقى اي حيوان من حيوانات بتخبش المدنية من مدني ابدا مهما كان يكون، بس قيمها التنتين، حرام ما في وعيب ما في. ولك انت امس كنت بباب النيرب، هلا صرت تقولي لها رجعيه؟ امك كانت رجعيه ونانتك رجعيه وكل قرايبينك كانوا رجعيه؟ ما بقى تمييز، ما تم. هذا من علامه الساعه بناتي، قول رفع التمييز هكذا. فاليهود كانوا ميزوا بعضهم البعض، قالوا لا نرضى، نحن نبقى معكم، انتوا عم تصطادوا السمك، والحق وعدنا، بل اوعدنا انه اللي بده خالب بده يقلب قرد او خنازير. هذوليك الاخر ايش بدكم مننا؟ ايش خصكم فينا؟ ما لكم دخل معنا؟ لا تتعيري فينا، الى اخره، مثل الان ما بقولوا المدنيات. ايه سيدي؟ بقى قسموا البلد، حطوا جدار وجعلوا لهالقسم باب ولهالقسم باب، قسم المسلمين الى الله وقسم المعتدين على الله وعلى الحرام، وكل يوم يتلاقوا بالطريق، هذا اخوه، هذا ابوه، هذا امه، هذا عمه، هذا خاله، هذا الى اخره. يوم من الايام طلعوا، ما حدا طلع، ما شافوا حدا منهم. هلا بيطلعوا شوي، بيطلعوا هلا بيطلعوا، راحوا على شغلهم، اجوا الظهر، اجوا المساء، ما شافوا. قال والله بنطلع نشوفوا، ليش ما طلعوا هدول؟ طلعوا هدول، طلعوا على الجدار لفوق، طلعوا ولا يشوفون قردة وخنازير، ما في ولا واحد إنساني أبدا. والآن كثير جدا كثيرين ممسوخين القلوب، ممسوخين الأخلاق،
جلد وخنازير. النساء تغلب عليهم الخنزرة وهدولك القردة، وهكذا موجود الآن. بقى اللي إلى بنت بدها تزوجها، يا دول بيعطوها أكتر وبيت أكتر ودار أكوس في الجميلية أو بالمحافظة، إجدا تزوجهم باب النيرب أو بالأصيلة أو بقلي أو ما شابه ذلك. باعت بنتها والأب باع بنته بالمصاري ولو صاروا ديوسين، ما بيهمون أبدا. لا، هذا كله نسأل عنه عند الحظة إلهية. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وين بدكن تطيروا؟ وين بدكن تطيروا بين إيدين الذي يقول الشيء كن فيكون؟ وين بدنا نطير بناتي؟ انتوا لكم قرآن، لكم شريعة، لكم مشايخ، لكم مرجع، فاسألوهم إن كنتم لا تعلمون. فاسألوهم عن أموركم كلها من أولها لآخرها. مين بقدر يجيب لي شخص على وجه الأرض ماشي في المدنية ومبسوط؟ فرد واحد بريد أنا في كل مخلوقات الله على الإطلاق، كل من كان على وجه البسيطة الأرض، يجيب لي واحد مدني مبسوط بكذب لأنه عم بعمل عمل مخالف لحقيقته. بس خالف حقيقته راح البسط والسرور عند الموافقة بناتي. لما الإنسان بوافق حقيقته ما بكذب، ما بيخون، ما بيغش، ما إلى آخره. شلون بقبل أنت بتقبل رجل براني بيدخل على زوجتك؟ هذا ما بقى عنده دم أبدا، ما تم عنده دم ولا تم عنده ناموس ولا تم عنده حركة دموية بتاتا. هذا حكمه حكم الخنزير. فرشة خنزير بيشوف واحد بيجي على زوجته بتم مكيف وبضحك. الخيل غير هيك. من يومين ثلاثة عم نحكي على الخيل، في عنا واحد عراقي قال عندنا الجاموس كذلك هكذا. قال ما حدا بتجاسر يقدم على زوجته ابدا. الجاموس ما بتجاسر، جاموس بقتله، بقترب قطعه ارب ارب ما بقدر. وبينا لكم مرة في واحد عنده فرس اصيل جدا جدا وعنده ابنة منها وما في من اصله ابدا الا ابنة. ايواد الحصان ما بطف على امه، ما بطف. شلون بده يساووا؟ راحوا عمشوه للحصان وجابوا له هالمرأة الفرس الانثى وطف عليه. بعد ما قاموا العميش من شاف امه طق وقف الارض ميت. من هون الله سبحانه وتعالى قال لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم أضل من الحصان، أضل من الحيوانات، أضل من الجاموس، أضل. هدول مال إنساني بناتي، هدول مال قيمة عند الله أبدا بتاتا. ما في قيمة، قيمة ما قيمة هي ما بفهموها، يكون تركوا حقيقتهم. نحن حياتنا في حقيقتنا. قال صلى الله عليه وسلم نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. سيدنا صهيب اذا ما بخاف من الله ما بعصاه، فكيف كان بخاف منه باب اولى ما بعصاه؟ ليش؟ لانه انساني وصار يشعر المخالفة ضرر عليه ومقت له. وهذا امر واقع بناتي، وكل واحد حتى الولد الصغير بدرك ذلك. مرة من زمان شفت ولد صغير امه عمال تقسم لهم برتقانات للاولاد، هذا قام واحد خفى وحدة خباها حطها ورا ظهره حتى ما شوفهم. ادرك ميز فهم انه هذا لا يليق، صغير من سنتين تقريبا او اقل من سنتين، فهم انه هذا شيء مخالف. فكيف تخالفون الله؟ فكيف تخالفون قلوبكم؟ هذا لا يليق. فاليهود لما خالفوا الحق قلبهم سبحانه وتعالى مسخهم قردة وخنازير. هذه بالنسبة لليهود والنصارى
بقلبهم، لكن النسبة الإسلامية إكراما لمحمد صلى الله عليه وسلم ما بقلبهم بالظاهر، لكن بالباطن بقلب قلوبهم قردة وخنازير، وهذا منه شيء كتير منشوفه، وقلوبهم قلوب خنازير. أو مثل هذا الرجل اللي عم برضى بيقول لمرته إذا جاء صديقي قومي مقامي، يخرب بيته يخرب بيته، هذا ما في دم ما في شيء أبدا البتة، وأن الوجود كله قائم بالإسرار، هذا لا في سر ولا دم ولا معنى البتة البتة. فأنتوا يا نساء كيف بتعطوا بناتكم لهيك جماعة؟ واحد إجا خطب من عند جماعة لا إله إلا الله، يا ليتني ما كنت سمعتها بزماني. قال له أنا باخذ بنتك وعلى سينك قديش بتريد بعطي، ولكن شرط أساسي أنا من أخذتها بدي أشلحها تتمشي أبدا مشلطة. قال له قدم نحن أهل وكذا وإنا قيمة. قال له عم بشرط عليك شرط، القيمة المهر قديش بتريد بعطيك، لكن بدي اخذ. قال له خير ان شاء الله بعد ما تغش فصلي، انا ما بقالي علاقة. بيكذب العلاقة للاب ولو مات، بقدر يدخل عمر على بنته يلفها وطالع يجيبها لبيت ابوها رغما عنها وعن زوجها. كذابين خصوص يا دول النساء العجائز مدربات الخابية. قال لا يا بنتي، لا بدك تسمع كلام زوجك، ايش بدك من امك وابوك؟ تقول لك امي وابوي اهل اصل اهل فصل اهل شرف اهل ناموس. تقول لا يا بنتي لا، ما بقى بينك وبين النساء، وين بياخدك؟ روحي معه على السينما، وين بياخدك؟ وين على المراقص هالخائنة؟ وبالصوم وبالصلي كمان، وإلى ما اسمع يمكن 1500 كمان الخائنة الكذابة. لا بناتي، الاب يمون على بنته مهما كلف الامر، بقدر يفعل فيها ما يريد، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق البتة. فهدول كتير ناس ما بقى عندهم دم، ما بقى عندهم روح، ما بقى عندهم نور، ما بقى عندهم ادراك، ما بقى تمييز، ما بقى لطافة. لا، الاب والام لازم يعطوا بنتهم، لا يطلوا بياعين شرايين بياعين دواب سوق الدواب، يطلوا بنتهم وين تستر، وان كان ما عنده تعطيه من عندك انت، جهز له اياه واعطيه حتى يصير لك عرضك طوق مستور الى يوم القيامة. لا الان حراج ما زاد، دفعوا 5، هدوك دفعوا 8، هدوك دفعوا 12، هدوك دفعوا 20، الكويت دفعوا 50، السعودية دفعوا 70. لا هاي 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 نزلوا على المزاد، حراج مزاد. هذا الله سبحانه وتعالى لا يستحي من عذابه، الأب والأم وكل من إله يد، حتى لو كان براني وقال له إيه أعطي هدول بنعطوا، هكذا كذلك الله سبحانه وتعالى يفعل فيه ما يشاء. اصحوا بناتي، الشرف ما في فوقه شيء. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقد بنته وهي حية، خوفا، كان مشرك كان يعبد الصنم لكن عنده شرف عنده ناموس، وقد بنته خوفا لا تروح يسمع عنها شيء اخر. سألت من مدات على زماننا هذا وزمان الاول ايهم، قلنا يا ابو زمان اول كان في شرف ولو كانوا مشركين كفار، لكن في شرف. وهي سيدنا عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه وقد بنته هي حية حفظا على شرفه. فالان انا ببشرها بعذاب اليم، اللي بتعطي بنته او قريبته او بتتداخل لجماعة مدنيين، انا ببشرها بالعذاب الاليم لا شك ولا ريب، ولا يقدر احد يشفع. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم هنا لا يشفع، الرسول صلى الله عليه وسلم بيشفع الا قضية العرض، قضية الشرف لا لا مساس البتة. قتل قتير، قطع طريق، شرب الخمر، اكل مال الناس، بتوبة واحدة برد المال والا ما في شيء. لكن هديك يا بناتي اللي بتروي شرفها دمغة ما بتطلعش، بطلع دمغة دمغة من دمغة ما بدمغة الغنم،
شلون بدماغهم ما بتطلع الدمغه هذه؟ اياكم، هذه كلها مربوطه في العقل، كبر العقل وصغر العقل. المرأة العقل صغير بنضحك عليها انه صهرة اخدها، لو كان بده كشف لك عنده السيارة بركب له اما وبضحك عليهم. ايه سيدي من اللي انت بدي اعطي له واحد باب النيرب، لا عنده سيارة لا عنده شيء، لا عنده مثلا تجارة لا عنده صناعة، هذه دل على عقل الضعيف. هلا الان الانسان بنعرفه غير مكاشفة، ارى اسم من عقله بنعرفه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل الميزان هو العقل، كان يقول كيف عقل الرجل. جاء رجل من الصحابة قال يا رسول الله إن فلانا لا يترك شاردة ولا واردة، فادعو لنا نكون مثله. قال كيف عقله؟ قال والله رسول الله عقله مو كتير. قال هو في النار. هذا جاي يطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعي له انه بركي بيجعله مثله، شوف في النار. قال اذا والله علي به، بدي اتم اتبعه حتى اشوف ليش بيدخل النار. وهو مؤمن في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن بحب يطلع طلاع. قال نزل معه، كان يروى ذاك بالحرب هو معه. يوم من الايام يا بناتي اكل الصواب هذاك، ما تحمله قتل حاله. اجى هذا لعند رسول الله قال اشهد انك رسول الله. قال له وانا اشهد اني رسول الله. اهل الله بيشهدوا لانفسهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيشهد لنفسه، وسيدنا عيسى شهد لنفسه، هذا لا شك ولا ريب. البتة ليش؟ لانهم على حقيقة، على بيان، على نور، على ذوق، مو على عيل وقال. لا مو بلكي ولعل ولا لا، ما في بلكي ولعل ولا ليته، كله امر تحقيق. نحن الحق سبحانه وتعالى لما امرنا بالشيء نزلنا قانون وهو القرآن، فيه سعادتنا. كل من مشى على هذا القانون سعد واسعد، وكل من مشى ترك هذا القانون شقي واشقى. لأجل ذلك الحق امرنا ان نصاحب الصادقين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصادقين بناتي اقوياء، لاجزاك صادقين هن حاملين السماوات وحاملين لواء الاسلام وحاملين. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، اقوياء. وين قامت مجنونة؟ وبركي في الارض. فهمتوا بناتي؟ لازم تفهموا عنكم عقد بدرك بفهم بميز. اياكم تعطوا للمدنيين، بدكم بترو وبعدها لا بنضرب. الرسم بتاعكم بنضرب. نحن كنا صغار، اذا وحدة عابت من طائفة كبيرة تنضرب كل الطائفة، ما حدا ياخذ من الطائفة ابدا. البتة اصحوا ديروا بالكم تعطوا للمدنيين. المدنيين اول ما بيكون ماشي هو زوجته بالطريق، والا بيجي رجل اول ما بسلم عليها، ما بسلم عليه لانه وسخ وقذر، هي اعلى منه. النتن بيجي للنتن، الوسخ بيجي للوسخ، شموا بعضهم البعض. لك كيف بتكون انت زوجتك معك؟ حكالي واحد كان يجي لعندي قال لي زوجتي بنت خاله وزوجته معلمة مدرسة. قال يوم من الايام يا استاذ ماشي انا وياه من باب النصر نزيع على باب الفرج، وقال لي طلعت ما لقيتها جنبي عم بحكي معها، طلعت ولا بعيد واقف مع رجل. رجعت عليها لك ايش هاد؟ قالت له والله صديقي. شو صديقك؟ انا مو زوجك؟ قالت له كل شيء وحده، الزوج شيء والصداقه شيء، لا تتداخل. انا طير عقلي لما قلت قال يخرب بيت سامي لك هون المقصد. قام طلقها. شلون هيك؟ شلون هالوقاحة منها؟ تقول له انت مالك دخل، بيقول له انا زوجي، بتقول له كل شيء وحده، الصداقة شيء والزوجية شيء، بالصداقة مالك دخل. يعني مين بيجي لعندي برو لعندي بقعد معي برو معه، هاي مالك دخل فيها. هذا بتعرفوا شو بصير؟
لما بتشعلوا النار بتجيبوا الحطبات الصغار تشعلوا النار، وهذا هكذا حطب جهنم. شخص اللي ما بيسأل عن عرضه وما بيسأل عن شرفه، هذا ما له وجود عند الله أبدا أبدا، لا كثير ولا قليل. سمعانات يا مو يا أهل المدنية، اللي بدكم بدكم يكون عنده سيارة وعنده طيارة وعنده رواحة وعنده جي، قال له ما باخذ بنتك إلا بشرط أساسي، أنا بدي أشلحها. أخذ وعطى معه، قال له كل شيء وحده، علسانك طوب المهر قد تيجي بعطيك، ولكن أنا بدي أشلحها. وأخذها وشلحها، إيه راح من العين، لا بحد ينظر إليه، سقط من عينين، سقط من عينين الله، سقط من عينين ملائكة الله، سقط من عينين الكمال، سقط 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 إلى آخره. إيش ميزته هذا بقى؟ قدم الدنيا، قدم الليرات، قدم الصور. والحق يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ملابسكم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر في قلوبكم، فإذا وجد فيه غيره مقته ووكله إلى نفسه. وعلى ما في القلوب المعول، الأصل في الأعمال النيات، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أي إيمت بتظهر عند الحقيقة. كان مرة جماعة ذاهبين إلى الحجاز، قافلة كبيرة طويلة عريضة، وإلا وقفت القافلة كلها. قال واحد ليش وقفت القافلة؟ قال والله ما بنعرف نسأل. راحوا سألوا، قال له والله معدي أسد وخفنا من شره وقفنا حتى يقطع الأسد. قال لهم أعطوني طريق، أعطوه أجل الأسد مسكه من الأذن، قالوا تنحى عن الطريق، الأسد انهزم. قالوا له أستاذ ما خفت منه؟ قال له والله بستحي من الله، يشوف بقلبي خوف من غيره. هذا الإمام بناتي، مو كنت الصوم والصلاة، الصوم والصلاة والحج والزكاة والشهادتين وحسن المعاملة، كل بدها تستحيل تسمر أخلاق قوة، كل بدها تحيل إلى القوة، إلى الشجاعة، إلى الكرم، إلى النزاهة، إلى الهيمنة. من أسماء الحق المهيمن. وهكذا، أما إذا شفنا وحدة بالصوم كتير وبالصلاة كتير وبتعمل كتير، ولكن هذه على ما هي عليه مثل دواء البارد، لا، هذه دل عباداتها كلها كانت عادات، والعادات تقلب بالنيات، تقلب العادة بالنية إلى العبادة، العادات تقلب بالنيات إلى العبادات. وهكذا الإنسان لما بده يعمل يعتقد أنه مأمور من عند الله لا من عند نفسه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة. بناتي لا تعملوا شيء من عقلكم إذا استحسنتوا. هي أول كل شيء، إذا بدك تستعجب نفسك طيبة، نفسك صحيحة، إلا مرضانة. قال لك كثير ناس نفسهم مرضانة بروح على المراقص، هذا ما في نفسه، نفسه مرضاني ميتة. لكن انظروا، اسألوا الثاني بتقول لك لا هذا حرام، لا يجوز، لا أن المرأة ترى الرجل ولا الرجل يرى المرأة. هذا الحق قانون إلهي، هو اللي حرمونا نحن حرمنا، لا هو اللي حرم بين الذكر وبين الأنثى، نحن إيش لنا دخل؟ فنحن بننزل في القرآن دائما، إيش اللي حرمه من حرمه، إيش اللي حلله من حلله، نحن لا من حرم ولا من حلل. أمرنا نأتمر، نهانا ننتهي، ما وجد يوم الأيام الله أمرنا بالنهي، أمرنا بشيء باطل، أمرنا بشيء يضرنا، لا، أمرنا بشيء بنفعنا ونهانا عن كل شيء يضرنا. الكذب، الخيانة،
الغش وما شبه ذلك. شلون بتقضي تكذبي؟ شلون بتقضي تخوني؟ شلون بتقضي تغشي؟ شلون ما فهمنا. تبين انه نفس مرضاني. الواجب على الانسان ان يزكي نفسه كما قال الله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الشهادة عند الحق، النفس المزكاية مفلحة مطلقا، والمدزة خائبة مطلقا. قال بعض أهل الله: والله ما أفلح من أفلح إلا بصحبة من أفلح. هذا أمر صحيح، أمر واقع حقيقة. لما منشوف الإنسان بتوجه للمفلحين، للصادقين، للأمين، لا شك نعلم علما يقين أن هذا من جنسه، هذا سعيد. ليش؟ راح ترك، قد يكون يترك أهله وأصحابه وأحبابه الأولين ويمشي مع الآخرين اللي هم سعداء، هم المفلحون. فهمتوا بناتي؟ لا تطلوا غنية غني متعلمة ما نعرف. نحن مننظر هل هي سعيدة، هل هي صادقة، هل هي أمينة، هل هي نزيهة، نمشي معها، نتكلم معها، نصادقها، مصاحبها، بتذكرنا ومذكرها. وهكذا الدين الإسلامي. الدين مو كسرة الصوم والصلاة طب 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 وكثر الذكر، لا، بدنا ننظر هل وصلت لدرجة بتحب الدرهم والدينار. إذا كان بتحب الدرهم والدينار، قال صلى الله عليه وسلم: حب الدنيا رأس كل خطيئة. قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا جيفة طلابها كلاب. إذا حبتها مو اشتغلت بها، الشغل بها بجوهرها. نعمة الدنيا مطية المؤمن، نعمة الدنيا مطية لكن مركوبة، المؤمن راكبة يعمل هكذا وهكذا. وين في فقير، وين في مثلا مسكين، وين في يتيم، وين في أرملة، وين في مرضان، عم بيعطي من حاله لحاله. امبارح عم بخبروني عن شخص ما كان معروف يعني هيك كثير، قال بعد ما مات وقال لك كان متعهد بيوت كثيرة، غني هو، ما له خبر لا أخته ولا أولاده ولا يعطي خبر لأحد البته. يروح يدق فلان باب يعطي هكذا، فلان باب فلان. هذا ايمت من عرف؟ بعد ما بيموت. هذول المساكين متعلمين، هيجيب لها 10 ليرات، هيجيب لها 20، هي 5، هي حنطة، هي برغل. لما مات انقطع، ما بقى، صاروا يحكوا عليه. عندئذ عم بحكون على شخص موجود عن ابوه، ما بعرفه انا الاب المقصد، قال كان هكذا شأنه. والان في موجودين بعض مراتب من الاولياء شغلتهم هدول في الليل بعد العشاء بطلعوا مثلا عم بيع قرنبيط او عم بيع خس او لفت او شوندر او جزر. الاولاد عادة بيستنوا الاب تينفق تيجيب لهم، وهذا محمل على حمار، والحمار دقية طق 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 بيركي مالي خبر، والحمار طول النهار انكسر ظهره المسكين، شيل اللفتات مثلا، وهذاك عم سيها يا لفت يا مكحل يا الى اخره. باع كيلوين 10 20 وباقي الحمار. دوش بيجوا اهل الله، بيجوا كم عم بيع كيلو اللفت مثلا، عم بيع الكيلو بفرنجين. بيجي بقول له: بتبيني الحمل كله؟ انا ما بشتري الا كل كيلوين بربع ورقة. وعم بيبكي الكيلو بفرنجين، يعني الكيلوين بعشرين قرش. ساوى حاله تجاهل، بده يخلص الحمار، بده يخلص الرجل، والولاد العمال يطاوا بدهم اكل جوعانين، عمال يبكوا. بقول له: يا اخي اذا بتبيعني الحمل كله بشتري منك، بشرط كل كيلوين بربع ورقة.
وإلا أكتر ما بشتري. هداك بقول لك عجب صحيح إلا كذب. قل له إيه بعتك؟ بيجي بدق على باب أو بابين أرامل، دق افتحوا الباب، خذوا اللفت بعتوا كان هو كذا. وهكذا شأنهم. هدول السماوات قائمين عليهم، خلق السماوات بغير عمد ترونها. هدول هم عمد السماوات، هدول هم الناس، هدول هم أهل الفقراء وآباء الفقراء والمساكين والمحرومين. هدول ما في حاجة انتو تقولولن وتعوا بتطلبوا منهم ما بيعطوكم شيء أبدا. ليش؟ قل لك هذا طالما عم بطلب مني عم بروح على غيري، هذا دائما زنقين. بيجي هو بتطلب في العائلة الفلانية الفقراء المساكين الأرامل بياخذون ياهن. هيك موجودين هدول إلى يوم القيامة بناتي، الله يجعلنا منهم. هذا هؤلاء جل مرادهم مو يصمدوا الليرات، لا، جل مرادهم يرضوا الرب سبحانه وتعالى ويجبروا قلوب المنكسرة وقلوب الفقراء قلوب المساكين، يجبروها بهذا العمل. هذا الحيوان المسكين لما نزل عنه الحمل استراح. هذاك الرجل بس بده بقى يلحق يشتري خبزات للأولاد. هذا بتعرف رسماله الشوى، بيع فرشة أولاده، بيع، لأنه في بعض ناس ما شاء الله عندهم سيدي من اللي أنت نور، عندهم دم ما بشحدوا ولا بطلبوا. ولا في كتير ناس منهم خرسان ومنهم مرضى بيعوا بيشتروا، هدول الشراء منهم ضروري. هدول عوض ما يقول له اعطيني بيع بيشتري. فالانسان لازم يشتري من هؤلاء الجماعة. هدول يأكلوا الاولاد عمال يستنوا جوعانين بده يناموا، صار الدنيا بعد العشاء والصغير بده ينام، هذا بكي والاخر بكي والاخر بكي، وما في شيء، ما في شيء عند الام تسليهم تعطيهم تعمل لهم، ما في شيء. في بعض جماعة بناتي لكن قليلين، في فقراء اللي هن بيشتغلوا عندهم نخوة عندهم مروءة عندهم ناموس، بيبيعوا فرشتهم فرشة أولاد وبيع باقي الأغراض وبيشتروا حمار تايبيع ويشتري عليه ويسبب عليه، وما بتنازل يقول أحد أعطيني. هدول هم الناس، هدول هم حاملين السماوات، خلق السماوات بغير عمد ترونها. وهكذا بناتي إذا ردتوا تشوفوهم بتشوفوهم إذا صدقتم، إذا صدقتن ترونهم، بس بتكون تصدقوا بتشوفوهم وبتعرفوهم. وما بيمكن هن هذا السر، ما بيمكن يكشفوه، ما بيمكن يقولوا عملنا سوينا رحنا عكذا، لا. ولكن إذا صدقتوا الحق بيعطيكم نور، تدركوا بهذا النور تجدوا من هذا شيء كثير كثير. سيدنا الخضر عليه السلام عم دور من واحد لواحد وما حد عنده خبر، سيدنا الياس عم بدور الأولياء الله، هدول في أولياء خصوصين هي مرتبتهم، الملائكة بتصوروا بصورة إنسان وبشو بخاطوكم وبعاملوكم وهكذا، هدول هن متوظفين بهذه الوظيفة. وانتو خبر ما في، اكلنا شمعنا بقى بدنا الشاي نهضم، احسن ما تهضمي بالشاي، حق الشاي اعطيه للفقراء او المساكين اللي بتعرفوهم بناتي، موت، لا لا، اللي عائلة اللي بتعرفوها، في عائلات ما بقبلوا من حد ابدا البتة، لان لما بشون كأنهم بتخملوهم اغنياء من التعفف. تسألون امبارحة واحد حكالي عن نفسه، قال لي بقيت 6 أشهر فقير ما عندي شيء، بعد اطلع علي واحد صديق امبارح عم بكيلي المساء، قال له يا فلان ولكي، قال لي ارضني، قال لي قالوا لي تفضل اكل، كنت صلي يومين ماني اكل الطعام، قال دخلت مرة واللي عاملين لحمي اخوه جماعته ورفقاته، وهو معروف عندهم اني زنجيل غني، قال قلت له هلا اكلت وجيت،
قال لي لما شميت الريحة دخت. صلي يومين كان بدون طعام. هذا غني بناتي من التعفف. هذا هيك لازم يكون يصير. وانتو عندكم المصاري وبتخبون. اسألوا لك بناتي. ما منقول زاطع لي زكاتك عطيهم من صدقاتك. عندك ولد عندك بنت خوفا لا يعفسوا طرمبيل او سيبوا شيء بالطريق. اعطي شيء كل يوم ولو كان نصف ورقة ربع ورقة ولو فرنك بهذه النية. المطلوب كل يوم الانسان يتصدق بمقداره. اللي عنده فرنك بحط فرنك، واللي عنده لقمة خبز بطعمية للكلب او للقطة، والماء واللي عنده اكتر ورقة واللي عنده اكتر وهكذا حتى الحق يحفظهم. بحفظ وبحفظ دينه وبحفظ عرضه وبحفظ اولاده من كل شر. الله. هذا الدين الاسلامي. مو انتو يا نساء اوام بتكون بتندروا ندر بدها تصوم تتيم خيتو لا صومي تدرين ده فرنك وعطينا الفقير احسن ما درينا تتيم وثلاثين يوم. ايش جانب تتيمك انتي؟ انتو النساء بشوكم تندروا صوم. هذا غلط منكم. تبين انكن شحيحات. لازم تندروا مال مصاري ولو فرنك واحد ولو نصف ورقة ولو ورقة ولا بيستفيد الفقير. اما صومك مين بده يستفيد منك؟ فهمتوا بناتي؟ هذا الدين. ديننا كله دين كمال. ديننا كله دين عز. ديننا كله دين محبة لبعضهم البعض. ديننا كله دين خدمة. هذا دين الاسلام. قال صلى الله عليه وسلم سيد القوم خادمهم. هاي نزلوا من اعلى مرتبة لي ادنى مرتبة حسب ما بتعرفوا. لا، اعلى المرتبة هي الخدمة. السيادة بالظاهر، لكن الخدمة سيد في الباطن. فهمتوا بناتي؟ خدمي نفس خادمتك اخدميها بشيء تعرفيه انت من مال، خصوصا من مال. في بعض مقطوعات او مقطوعين من ارامل او ايتام اتفقدوهم. امت ما بتتفقدوا تمكن تفقدوهم ولو شيء بمقدار. ما بقول لك اكثر من لازم. فرنك فرنكين نصف ورقة ربع ورقة. اي سيدي هي الى قيمة عندهم. هن الفرنك بياكلوا فيه خبز بيشبعوا فيه. لكن انت شبعانة الفرنك ما له قيمة عندك، لكن الى قيمة عنده الفرنك. فرنك وفرنك فرنكين 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 اربعة بجيبوا لك كيلو خبز تاكل فيه بطعمي اولاده وطعمي وهكذا. هذا ديننا. مو ترقدوا لي على الصوم بس. الصوم والذكر والمسبعة 500 أو 1000 وطق طق 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 وبتغتابوا وبتنموا. مو هالمسبح حرام عليكم؟ المسبح مراد منه التنزيه. التسبيح مراد منه التنزيه. اللي بده يقول لا إله إلا الله بده يكون منزه لسانه، ما يتكلم بغيبة، ما يتكلم بنميمة، ما يتكلم على الناس. بدك تتكلمي ولا بد ادعيلن. السافرة الفاجرة خلي البيت وادعي له وابكي الى الله ان كان صحيح صديقتك او قرايبتك او جارتك او ما شابه ذلك. هذا دين الاسلام. دين الاسلام مو نتكلم على زيد وعمر وبكر. هذا ممنوع، هذا حرام عند الاسلام. دين الاسلام دين البيان، دين المحبة. تحبيها تدعي له في الليل تتوحوح الى الله. لا يمكن الحق الا يعطيها. والا ما كان الحق هيئك لذلك. طالما هيئ قلبك للبكاء والانكسار وزل دل بده يعطيها. وهذا كله بصحيفتكم فاتحة. غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. واشفي صدورهم المؤمنين وإذا بغيظ قلوبهم. أيها الناس قد جاءتكم عظة من ربكم. يخرج من بطونها شراب مختلف الألوان فيه شفاء للناس. وننزل القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين. الذي خلقني فهو يهدين، والذي وطمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء،
اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشلول الأبصار. أسأل الله العظيم رب العظيم أن يشفى كل أسأل الله العظيم. أسأل الله العظيم رب العظيم اشفى أنت الشايف لا شافي سواك يا الله يا الله.